من داخل أقدم فخورة في قرى عز أبو القصر بالدخلة الوادي الجديد، ويعتبر مصنع فخار بيعمل بنظام المقايضة، ودي عادة قديمة من أيام الفراعنة، إن هو بيبيع المنتجات بتاعته مقابل محاصيل أو أي حاجة تانية. نتعرف بحضرتك. مبارز أحمد علي. حاج مبارز، أنت بقالك كام سنة شغال؟ من أمتى أنت عندك مهنة الفخراني؟ بتاعي دلوقتي جه 50 سنة. يعني عمرك كله؟ لا، أنا عمري كله دلوقتي ساعة الريس. يعني أنا من مواليد 50، يعني شهر واحد اللي جاي يبقى أنا 70 سنة. ربنا يديك الصحة، يعني في من شبابك يعني. الله يخليك. طيب أنت كان والدك أو حد كان في العيلة شغال؟ أيوة، والدي كان شغال. أيوة. طب قول لنا ايه قصه المؤيدة، انك انت بتؤيد المنتج بتاعك فخار باي محصول؟ يعني مثلا المزارع او الجيران او اي حد بيجيب لك ايه عشان تاخد تديله مكانه، مثلا زيره او قله؟ انا اروح ساعه الريس نروح. لا يعني نروح يعني مثلا ايه للديله اي حاجه يعوزها فخار بتاع 3 قلل او زيرة وميجور كده، وايام الحصاد بنجيب زرع. يديلك زرع، يديلك ايه الزرع اللي بتجيبه؟ الزرع ده اللي هو ايه؟ زي ايه مثلا؟ بس ايام الرز، حصاد الرز. الرز. أيوة. بلح. ايوه، نجيب ايام الحصاد يعني مثلا صاحب الارض ياخدنا زيرة او قلتين. يعني وهو معاها ربنا يا اللي يدي ما بتطلبش انت. هو زي ما بيديلك. أيوة. بتقبل. أيوة. يعني حضرتك كل شغلك بالمؤيدة. ايوه. يعني ما مثلا ما بتعملش حاجتك وتطلع تبيعها بره؟ لا يا باشا، بتعملها والناس هم اللي عايزين. بقول لحضرتك ايام الحصاد اللي هو المحصول. اخد المخزن، الحمار عربيه كارو. ايوه، بتتحرك بيها على الغيطان وعلى وقت الحصاد. ايوه. اولادي بيجوا. اولادك بيساعدوك في الشغل؟ يجوا. ايوه. لكن اللي هي الاله اللي بتعمل عليها الفخار اسمها ايه؟ اللي بتحط عليها المكنة اسمها ايه؟ اسمها الدولاب. الدولاب. ايوه، الدولاب. اي حد يشتغل عليه يا عم بارز ولا لازم يكون؟ لا، مش اي حد. مش اي حد. ايوه. لازم يكون متدرب طبعا. أيوة. طب انت بتنتج قد ايه مثلا؟ والله في اليوم، لان دي شغلان متعبة. في اليوم اعمل بتاع 3. الزير اللي زي حضرتك شفتها دي بتتعمل على يومين. ايوه. والقلة دي تطلع على الدولاب 3 مرات. اي حاجة يعني لازم يومين وثلاثة. يعني بتبقى صعبة شوية. أيوة. في الان. أيوة. عشان شغل يدوي وما فيهوش اي مكانة خالص. تمام، ربنا معاك. دي ايه يا حاج مبارز؟ دي اللبن، دي والمية، يعني نستعمل فيها اللبن او المية. بتحفظ فيها اللبن؟ ايوه، اللي هو لبن اللي بتبقى محلوب جديد من المواشي. ايوه. تمام. ودي القلة دي معروفة، القلة دي ولا ايه؟ ايوه، القلة. قلة المية اللي شرب عادي. ايوه. دي اللي بره نفس الكلام اللي هي برضو السقاية؟ ايوه، دي زي دي. يتوسع مية ويحط ايه مثلا في جدر نخل زي دي، يرشح ايه على يعني ده انت بتملي وبتحط مثلا يروي ناس عايزين يتملي مية. ويتحط ايه بتاع 3/4 حوالين اللخن زي دي. ويرشح عليهم المية على جدر اللخن. ده نظام ري بالفخار. اللي هي ايوه. تمام.